بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب صف ثالث الإعدادي بمدرسة مصر 2000 الحديثة، سعدنا أن نلتقي معكم اليوم في بداية دروس النحو المقررة على الصف الثالث الإعدادي. أول درس من الدروس الموجودة معنا إن شاء الله هو درس النداء. في البداية عايزين نعرف يعني إيه نداء. طبعا معاكم الأول مستر محمد سعيد. بنبدأ أول حاجة لما بنتكلم إن شاء الله على النداء، لما بنطلب من أي حد حاجة، أنا عايز أنادي على طالب في الفصل وأقول له هات الكتاب بتاعك، فأقول يا طالب أحضر الكتاب، يبقى أنا كده ده اسمه الأسلوب اللي موجود معانا، اسمه أسلوب نداء. يبقى الموجود معانا لما نطلب من أي حد حاجة بنادي عليه وبقول يا طالب، أو أقول يا معلم، أو أنادي عليه باسم وبقول يا محمد اجتهد، أي حاجة من الحاجات دي كلها فبنقول عليها ده كده أسلوب، اسمه أسلوب نداء. أول ما بنبدأ في حاجة عندنا موجودة اسمها أدوات النداء. هي إيه المقصود بأدوات النداء؟ إيه هي الأداة اللي أنا هستخدمها عشان أنادى عليها؟ الأدوات اللي موجودة عندنا بتتنوع، بمعنى إن أنا لو أنا عايز أنادي على حد قريب مني هستخدم لي أي أو الهمزة، بمعنى محمد قاعد قدامي فأقول أي محمد قف أقف، أو أقول محمد قف. يبقى هنا عندنا اتنين من الأدوات بيستخدموا للنداء القريب، أي أو الهمزة، ودول بننادي بيهم على شخص قريب مني في المكان. طيب لو عندنا إحنا بنستخدم للبعيد، واحد مثلا بعيد عني في نهاية الملعب أو الكلام ده وعايز أنادى عليه، فهقول أيا أو هيا، نركز معها تاني، أيا أو هيا، فهقول أيا محمد. نحس حتى إن في مسافة عشان يوصل معانا الصوت للشخص اللي أنا بنادى عليه، أو أقول هيا محمد. طيب أنا عايز أداة تجمع لي الاثنين مع بعض، اللي هو نداء القريب ونداء البعيد. هنستخدم لنداء القريب والبعيد يا. يبقى أنا عندي أداة بتستخدم للنداء القريب أو أداة بتستخدم للنداء البعيد معا بتبقى يا، ودي الأصل اللي موجود عندنا وده الأساس اللي هو موجود عندنا في أدوات النداء اللي موجود. يبقى أول حاجة في أسلوب النداء بنستخدمها هي أداة النداء. بعد كده هخش على الشخص اللي أنا بنادى عليه. هنقول بعد كده هنقول إيه المنادى. هو إيه المنادى؟ المنادى هو الشخص اللي إحنا بنطلب منه الشيء أو اللي أنا بوجه ليه الكلام. طيب المنادى وده الأصل بتاع الدرس بتاعنا لأن هو كل الشغل بيعتمد عليه بعد كده، بنستخدم في المنادى في نوعين، في منادى مبني وفي منادى معرب. طب هو الكلام ده إعراب ولا استخراج؟ بيجي لنا في الاثنين، يعني ممكن يجي يقول لي استخرج من الجملة منادى مبني أو منادى معرب حسب ما هو موجود معانا. يبقى احنا عندنا في منادى مبني وفي منادى معرب، وطبعا كل واحد منهم ليه تقسيمة هنعتمد عليها. هنبدأ الأول مع المنادى المبني. المنادى المبني بيبقى عبارة عن إيه؟ قال لي هو نوعين، أولا علم مفرد وهنعرف يعني إيه دلوقتي علم مفرد، أو نكرة مقصودة. يبقى المنادى المبني علم مفرد أو نكرة مقصودة. طب المنادى المعرب، قال المنادى المعرب بيبقى نكرة غير مقصودة. في فرق بين نكرة مقصودة ده كده منادى مبني، نكرة غير مقصودة ده كده منادى معرب. طب أو شبيه بالمضاف أو مضاف، ودول الأنواع اللي موجودين عندنا في المنادى المعرب. يبقى المنادى المعرب فيه ثلاث حاجات موجودين عندنا، في منادى نكرة غير مقصودة، ومنادى شبيه بالمضاف، ومنادى مضاف. نبدأ على طول وهنشوف طبعا كل واحد منهم بالإعرابات بتاعته. هنبدأ مع أول نوع من الأنواع اللي موجودين معانا وهو المنادى المعرب، المنادى المبني. هنبدأ بالمنادى المبني في الأول. المنادى المبني أول نوع أو أول حالة موجودة منه هو العلم المفرد. يعني إيه علم مفرد يا مستر؟ العلم عموما معنى ايه؟ قال العلم معناه هو اسم الانسان او اسم البلد، اي اسم انسان او اسم بلد بتتكون، خلي بالنا من دي، تتكون من كلمة واحدة، يبقى ده كده منادى علم مفرد يعني كلمة واحدة. طيب يعني زي ايه؟ يبقى احنا قلنا هو ان هو اسم الانسان او اسم البلد من كلمة واحدة. زي ما اقول مثلا في المثال بقول يا محمد ان العمل سبيل الامل. ها فين المنادى هنا؟ احنا قلنا الياء اداة النداء خلاص. يبقى المنادى مين؟ قال المنادى يبقى محمد، هو ده الشخص اللي انا بنادى عليه. في الحالة دي لما نيجي نعربه
احنا كده عرفنا ان المنادى هو محمد، نوعه علم مفرد، ده السؤال الثاني. السؤال الثالث اعرابه. المنادى المبني عموما بيبقى فيه ثلاث اعرابات موجودين معانا. طبعا بنقول ان المنادى المبني بيبقى منادى يبنى على ما يرفع به، بمعنى ان هو لما يكون مرفوع، يعني محمد دي لو جت مرفوعه تبقى مرفوعه بايه؟ قال يبقى محمد مرفوعه بالضمه، يبقى اقول منادى مبني على الضم في محل نصب، لازم نقول في محل نصب. طيب لو خليناها مثنى وقلنا يا محمدان، يبقى منادى مبني على الالف في محل نصب لانه مثنى. طب لو جبناها جمع مذكر هقول يا محمدون، يبقى منادى مبني على الواو في محل نصب. يبقى احنا عندنا دلوقتي المنادى المبني العلم المفرد بنقول ان هو يبنى على ما يرفع به، نخلي بالنا من الجمله دي، يبنى على ما يرفع به، يبقى يبنى على الضم اذا كان مفرد، وهنقول اذا كان جمع مؤنث او اذا كان جمع تكسير، واذا كان مثنى يبنى على الالف، واذا كان جمع مذكر يبنى على الواو. طيب نشوف مثال اخر. لو قلنا اقول مثلا اقول يا سعاد لا تهملي الدرس، طبعا ده سعاد ده اسم بنت، يبقى ده علم مفرد. اقول مثلا يبقى منادى مبني على الضم في محل نصب، زيها ما اقول يا خالد لا تهمل دروسك. طيب لو خلينا مثلا جملة يا خالد دي خليناها مثنى هتبقى يا خالدان، لو خليناها جمع مذكر تبقى يا خالدون. طبعا مع المثنى هنقول منادى مبني على الالف في محل نصب، وجمع المذكر يبقى منادى مبني على الواو في محل نصب. يبقى عرفنا كده العلم المفرد، وده اول حالة موجودة معانا من حالات المنادى اللي موجودين. طيب عندنا بعد كده النوع الثاني وهو المنادى النكرة المقصودة. يعني ايه نكرة؟ احنا طول عمرنا بنقول يا مستر ان النكرة هو الاسم اللي ما فيش فيه الف ولام، ولا بعديه اسم فيه الف ولام ولا فيه ضمير. انا بنادى على شخص بقول اسم نكرة، اسم نكرة ما فيش فيه الف ولام ولا فيه ضمير ولا في بعده اسم فيه الف ولام، بس كلمة مقصودة هي اللي عايزين نعرفها. يعني ايه بقى نكرة مقصودة؟ قال يعني كلامي موجه لشخص معين، انا عايز انده على حد اقول له حاجة بس انا مش عارف اسمه. ففي الحالة دي هنقول هو الاسم هنا ان انا بنادي شخص معين وبس محدد في الكلام ده، شخص نكرة انا معرفش اسمه بس محدد الاسم ده، وفي الاعراب بتاعه بياخد نفس الحكم اللي احنا قلناه على العلم المفرد. مثال لو انا قلت مثلا يا وطني انك مثل صالح، انا بوجه واحد شايف من تصرفاته ان الراجل ده بيحب وطنه، فبقول له يا وطني انك مثل صالح. في الحاله دي يبقى وطني هيبقى منادى مبني على الضم في محل نصب هنا، لان الاسم دوت نكره مقصوده. زي لما اقول مثلا يا طالب اجتهد، اقول يا عامل اخلص عملك، نفس الكلام كده. انا بجيب اسم نكره طالب او عامل، اسم نكره ما فيش فيه الف ولام ولا بعديه اسم فيه الف ولام ولا في ضمير، يبقى في الحاله دي الاسم دوت هيبقى نكره مقصوده. بعد كده لو خليناها مثنى هقول يا وطنيان انكما مثلان صالحان. فين المنادى هنا؟ قال لي وطنيان، يبقى منادى مبني على الالف في محل نصب. طب جبناها جمع مذكر هقول يا وطنيون انكم مثل صالح، يبقى في الحاله دي منادى مبني على الواو في محل نصب، ده النكره المقصوده. نشوف مثال اخر اللي احنا كنا بنقول عليها، لما اقول يا طالب كن مجاهدا او مجتهدا، قال في الحاله دي يبقى منادى مبني على الضم في محل نصب. طب خليناها مثنى يا طالبان، خليناها جمع، والجمع المره دي احنا غيرنا وقلنا يا طلاب. هنا الجمع نوعه ايه؟ برافو، جمع تكسير. وفي الحالة دي في جمع التكسير يبقى منادى مبني على الضم، خلاص بقى مش الواو، بقى الواو مع جمع مذكر مع جمع التكسير يبقى منادى مبني على الضم في محل نصب. ده كده اول نوعين موجودين معانا، وهو المنادى المبني اللي هو العلم المفرد والنكرة المقصودة. وقلنا ركز مع الجملة دي تاني، يبنى على ما يرفع به، بمعنى يبنى على الضم، يبنى على الالف اذا كان مثنى، يبنى على الواو اذا كان جمع مذكر سالم. جميل. طيب بعد كده لو دخلنا على النوع الثاني من انواع المنادى وهو المنادى المعرب. احنا اتفقنا لما قلنا من الاول خالص المنادى المعرب كان عندنا كام حاله؟ ثلاثه. جميل. نكره غير مقصوده
احنا لسه قايلين دلوقتي يا مستر نكره مقصوده، هو في فرق بين الاثنين؟ اكيد طبعا هيبقى في فرق نعرفه دلوقتي، وفي شبيه بالمضاف وفي مضاف. طيب تعالوا نقول الاول نوع من الانواع اللي موجود معانا هنبدا بيه، لان ده اكتر نوع موجود معانا وبيتكرر في الامتحانات، وهو المنادى المضاف. يعني ايه منادى مضاف؟ قال المنادى المضاف لما نبص للكلمه بتاعته هنلاقيه ان هو بيتكون من كلمتين، بعد الكلمتين دول فاصلة، يعني الجملة الجديدة، الأمر اللي أنا بطلبه منه أو الشيء اللي أنا عايزه منه. الكلمة الأولى هنعربها منادى منصوب، الكلمة الثانية هنعربها مضاف إليه. نقول مثال عشان نوضح الكلام. لو أنا قلت مثلا في الجملة أنا بقول يا طالب العلم اجتهد في المذاكرة، فين المنادى هنا؟ قال المنادى هنا طالب العلم. طيب طب ينفع نقول طالب بس؟ اه ينفع نقول طالب بس. طيب هنا المنادى كلمه ولا اكتر؟ قال لي لا كلمتين، طالب والعلم. طيب لما نيجي نعرب الكلام ده هنقول ايه؟ قال لي هقول طالب منادى منصوب وعلامه نصبه الفتح. هنا الكلام اتغير، احنا كنا بنقول في المبني يرفع او يبنى على ما يرفع به في محل نصب، لا المره دي احنا هنقول منصوب على طول، يعني هقول طالب هيبقى منادى منصوب علامه نصبه الفتحه. طب لو انا عايز اعرب العلم هقول العلم هيبقى مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسر. ليه؟ لان احنا عارفين طبعا نكره ومعرفه. شوف مثال تاني، لو خلينا الكلام ده مثنى هقول ايه؟ هقول يا معلمي الفصل عليكما بتقوى الله. هنا يا معلمي ده كده منادى ايه؟ مثنى. قال لي في الحالة دي هيبقى نفس الإعراب طبعا، بس العلامة اللي هتختلف، هقول منادى منصوب وعلامة نصبه الياء، ولو شفنا كلمة الفصل هيبقى مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. يبقى احنا عندنا لو مثنى اللي هيختلف بس هو الإعراب المنادى، هيبقى منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى. طب لو خلينا الكلام ده مع جمع المذكر، هنا نقول مثلا مثال أنا بقول يا معلمي الطلاب عليكم بتقوى الله. قال كلمة معلمي هيبقى منادى منصوب علامة نصبه الياء، والطلاب مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر. طب حد لاحظ معانا حاجة في المثالين دول؟ لما قلت يا معلمي الطلاب ويا معلمي الطلاب، برافو، في حد بيقول هنا في نون يا مستر محذوفة، هي أصلها معلمين ومعلمين. برافو. طب احنا حذفناها ليه؟ حد تاني بيقول عشان هنا بعدها مضاف اليه، فحذفنا النون هنا للاضافه. يبقى في دي فرق مهم اهو نركز معاه، ان لو المنادى اللي عندنا منادى مضاف بنحذف النون مع المثنى وجمع المذكر. ليه؟ للاضافه، لان في بعديه مضاف اليه. طيب لو جبنا مثال على جمع المؤنث فهقول اي طالبات العلم اجتهدنا في المذاكره، فين المنادى؟ قال لي طالبات العلم. طب احنا كنا بنقول منادى منصوب، طب جمع المؤنث ينصب بايه؟ قال لي هنقول كده جمع المؤنث هيبقى منادى منصوب وعلامه نصبه الكسره، يبقى كده مش الفتحه خالص. تمام. طيب طبعا العلم احنا اتفقنا خلاص هيبقى مضاف اليه مجرور وعلامه جر وكسر. ماشي، يبقى احنا اتفقنا كده ان المنادى المضاف منصوب، لو مفرد هيبقى منصوب بالفتحه، لو جمع تكسير برضه هيبقى منصوب بالفتحه. لو انا قلت مثلا يا طلاب المدرسه، قال لي في الحاله دي ده جمع تكسير هيبقى منصوب بالفتحه. لو كان مثنى او جمع مذكر يبقى منصوب بالياء، لو كان جمع مؤنث اللي هي طالبات هيبقى منصوب بالكسر. طب في حاجه تاني؟ اه في ايه؟ قال لي في لو انا قلت مثلا يا ذا الفضل جد بما اعطاك الله، هي ذا نفتكر كده ها اسمهم ايه؟ الافعال الخمسه ولا الاسماء الخمسه؟ قال اه الاسماء الخمسه. طب والاسماء الخمسه هنا اللي هي ذا دي هنعربها ايه؟ قال لي ذا هيبقى منادى منصوب وعلامه نصبه الالف. برافو، لانه اسم من الاسماء الخمسه طبعا، والفضل هيبقى مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسر. يبقى هنا في عندنا علامة نصب تانية اللي هي يبقى منصوب ب الألف إذا كان اسم من الأسماء الخمسة. طيب هنقول برضو من ضمن المنادى المضاف، لو قلت مثلا واحد اسمه عبد الرحمن، قلت مثلا واحد اسمه أبا بكر،
هقول ايه؟ هقول يا ابا بكر اجتهد في عملك. قال في الحاله دي ابا لما نيجي نعربها زي ذا بالظبط، هقول منادى منصوب وعلامه نصبه الالف لانه اسم الاسماء الخمسه، اب اخ وحمو وفو وذو. قال في الحاله دي هيبقى بكر هيبقى مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسر. يبقى عندنا المنادى المضاف. لو عندي اسم انسان بيتكون من جزئين، عبد الله، عبد الرحمن، ابو بكر، اي حاجه زي كده، كل الكلمات دي هتبقى تبع للمنادى المضاف، وده طبعا كده مش علم مفرد لان العلم المفرد لازم يكون كلمه واحده. جميل. طيب ده كده اللي هو المنادى المضاف. طبعا زي ما اتفقنا من اهم الحاجات اللي موجوده لان طبعا بيتكرر كتير جدا في الامتحانات اللي موجوده عندنا. النوع الثاني في المعرب وهو المنادى الشبيه بالمضاف. طب احنا نتلخبط كده، في مضاف وفي شبيه بالمضاف، ايه الفرق بينهم؟ احنا قلنا في المضاف نركز قوي نكره ومعرفه، نكره ومعرفه. طب في الشبيه بالمضاف هنقول ايه؟ قال الشبيه بالمضاف هو كلمتين برضه، بس الكلمه الثانيه بتكمل المعنى مع الكلمه الاولى، وفي فرق بينهم. ان الموجود عندنا ان المنادى ده لازم يكون منون، المنادى هنا لازم يكون منون، بمعنى ان انا عندي لو انا قلت مثال مثلا هقول يا محبا للخير عش سعيدا، فين المنادى هنا؟ المحبا. طب محبا منادى منصوب وعلامه نصبه الفتحه، وللخير اللام حرف جر، والخير اسم مجرور، ده الاعراب اللي موجود معانا. طيب زيها برضو لو انا قلت يا ساكتا عن حقه لا تلومن الا نفسك، نفس الكلام، يبقى ساكتا منادى منصوب بالفتحه وعن جر عن حرف جر حقه اسم مجرور، نفس الحكاية. طيب برضو نفس الكلام لو احنا قلنا يا قائلين للحق، وده فرق بين المضاف وبين الشبيه بالمضاف. ها احنا في المضاف كنا بنحذف النون، في الشبيه بالمضاف مش هحذف النون، هقول يا قائلين للحق، يبقى منادى منصوب علامة نصبه الياء، وللحق اسم مجرور علامة جر والكسر. زيها لو انا قلت يا قائمات بين الزهور، نفس الحكاية، يبقى قائمات منادى منصوب بالكسر عشان ده جمع مؤنث، وطبعا بين ظرف والزهور مضاف إليه. ده كده معاهم. لو قلت يا مصليا طاعة لله، ونركز دي، هقول يا مصليا منادى منصوب بالفتحة، وطبعا طاعة هو لماذا يصلي؟ طاعة يبقى مفعول لأجله منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب في برضو من حاجات المهمة اللي موجودة النكرة غير المقصودة. يبقى احنا عرفنا ان المنادى الشبيه بالمضاف اسم نكرة منون بعديه جار ومجرور او بعديه مفعول لأجله، ممكن مفعول مطلق، ممكن مفعول به، يكمل معنى الكلام اللي موجود عندنا. طيب في عندنا بقى النكرة غير المقصودة، وده في فرق بينه وبين النكرة المقصودة، انه بيكون كلمة واحدة منونة. يعني لو قلنا كده بسرعة، طبعا معنى غير مقصودة ان انا مش بوجه الكلام لحد معين، انا بتكلم بشكل عام، فاقوله هو ان انا ما بقصدش بين ده وشخص معين، وده بيبقى كلمة واحدة منونة. نقول يا غافلا عد الى رشدك، يبقى في الحالة دي غافلا ده كده لما نيجي نعربه طبعا اتفقنا كله معرب، يبقى منادى منصوب بالفتحة. لو خليناها مثنى هقول يا رجلين افعلا الخير، هيبقى هنا منادى منصوب بالياء، ده لان كده مثنى. لو قلناها جمع مذكر هقول يا نائمين استيقظوا او انتبهوا، يبقى منادى منصوب بالياء. لو جبناها جمع مؤنث هقول يا غافلات تنبهنا جيدا، برضو غافلات منادى منصوب علامة نصب الكسرة لانه جمع مؤنث سالم. يبقى المنادى هنا النكرة غير المقصودة، اسم نكرة منون منصوب بالعلامات اللي احنا قلنا عليها. طيب في عندنا حاجة مهمة جدا، هو نداء ما فيه ألف ولام. يعني ايه نداء ما فيه ألف ولام؟ احنا قلنا اللي احنا قلناه في الحالات كلها ان الاسم كله نكرة. طب لو جالي اسم معرفة هنادي عليه ازاي؟ قال لي هنقول قبله الاسم ده، هنقول قبله أيها مع المذكر وأيتها مع المؤنث. طب هقول مثال لو انا قلت، طبعا هنرجع لحاجه هنا هنقول عليها في الحكم بتاعها، لو انا قلت يا ايها الطالب اجتهد، هو المفروض انا بكلم مين؟ بكلم الطالب، فالطالب هنا هندى عليه هقول يا ايها، هقول هنا لما نيجي نعرب هقول اي منادى مبني على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه. طب الطالب في الحاله دي هتبقى المنادى؟ قال لي لا، هتبقى نعت او بدل، نعت او بدل. طب هنركز مع المؤنث، لو قلت يا أيتها المعلمة نفس الكلام، هقول أي منادى مبني على الضم في محل نصب والهاء للتنبيه، واللي بعدها اللي هي المعلمة نعت أو بدل. طب لو قلت أي هذا الطالب،
نفس الكلام برضه، بس هقول هنا في الحالة دي أي، طبعا دي أداة النداء، وهذا هنقول هو المنادى مبني على الضم المقدر، وكلمة الطالب في الحالة دي هتبقى هي النعت اللي موجودة عندنا، يبقى الطالب نعت بس، مش هينفع نقول عليها بدل المرة دي عشان هي في النداء. آخر حاجة نركز معاها كويس جدا، إن احنا ينفع نحذف أداة النداء من الجملة إذا فهمت إن الأسلوب ده أسلوب نداء، زي موجود في القرآن ما يقول لا بتقول بسم الله الرحمن الرحيم يوسف أعرض عن هذا، فين المنادى هنا؟ قال المنادى هنا يوسف، يبقى هنا منادى مبني على الضم في محل نصب. نفس الكلام لو أنا قلت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، طبعا دي آية موجودة عندنا برضو هي أصلها يا ربنا، ويبقى رب منادى منصوب بالفتحة والنا ضمير في محل جر مضاف إليه. نفس الكلام لو قلت يا أيتها الطالبة عليك بالجد والاجتهاد. وبكده أتمنى أن احنا نكون استفدنا من شرح الدرس اللي موجود معانا، وإن شاء الله بإذن الله نلتقي في درس من الدروس القادمة. شكرا.